مبسوط انه المغرب حصلت على المركز الرابع صحيح، كنت احب انها تحصل على المركز الثالث، وكنت اتمنى ان انا اشوفها واقفه قدام الارجنتين في النهائي او قدام فرنسا في النهائي. لو كانت غلبت فرنسا ما كانتش هتبقى واقفه قدام فرنسا بالقطع، كانت تقف قدام الارجنتين. كنت اتمنى ذلك بصراحه. شاءل علي القدير ان فرنسا هي اللي هتقف بكره قدام الارجنتين. السؤال بقى، امال ايه قصه فيروس الابل ده؟ انا عمري ما سمعت عن حاجه اسمها فيروس الابل. قال لك يا جماعه فيروس الابل اصاب الديوك اللي هم الفرنساويين. ده جد ولا هزار؟ طيب، وبيقال انه الحالات وصلت لحد دلوقتي انه في 3 لاعبين من الفرقه بتاعه منتخب فرنسا اصيبوا بفيروس الابل. سيناريو سيء جدا، سيناريو غير متوقع للمنتخب الفرنسي. لكن هيجي سؤال، هو ايه فيروس الابل ده؟ هو ده جد ولا هزار؟ هو بجد بيصيب البشر يعني؟ طب هو حاجه صعبه للدرجه دي؟ طب هل معدل الاصابه بيه سريع؟ يعني العدوى بتاعته سريعه؟ طيب، دكتور احمد شاهين استاذ علم الفيروسات معانا على التليفون، اهلا بيك يا دكتور. اهلا وسهلا، اهلا بيك. يعني حضراتكم العلماء بتبقوا عارفين كل حاجه، الناس اللي زي حالتنا بنستغرب. يعني احنا وصلنا لفيروس الابل؟ الحقيقه فيروس الابل فيروس مكتشف من سنه 2012. وهو يعني يعتبر من المتحورات بتاعت كورونا برضه، ويمكن اول طبعا ويمكن اول ظهوره احنا قلنا سنه 12، بينتقل من الحيوانات الى الانسان، وممكن هو اصاب 27 دوله حول العالم، وعلى خاص الدول اللي هي فيها يعني تربيه الابل بيكون كتير فيها. يعني يمكن معدل الاصابه يمكن عالي شويه، وزي ما احنا شفنا الفيل الفرنسي في بين عشيه وضحاها يمكن اصاب 3، واخر حاجه عائلتها قالوا ان هو اصاب 5 من لعيبه من الديوك او لعيبه الفرنسيين. الفيروس طبعا ده زي ما احنا قلنا اصابته بيكون بتنتقل من الابل، من المخلطه من الابل للانسان، ومن الانسان الى الانسان، على خاصه لما يكون في اماكن مغلقه، وده يمكن بينتشر مع موسم الاصابه بالبرد. وزي ما احنا شايفين طبعا احنا لحد النهارده ده الفيروس الخامس اللي ظهر في هذا الموسم. احنا قلنا زكام، انفلونزا، كورونا، وبعدين المخلاوي، واخر حاجه ظهر عندنا اللي هو الفيروس فيروس الابل. طب وده معدل الاصابه بتاعه سريع يا دكتور احمد؟ معدله سريع، ما هو احنا بنقول يمكن في يعني هو بعد 24 ساعة من الإصابة طبعا بتظهر درجة الحرارة تبدأ ترتفع، توصل ل 39 درجة مئوية، وطبعا إفرازات وعطس وسعال وسداد الجيوب الأنفية وضيق التنفس وما إلى غير ذلك. ولكن كل هذه الأعراض ما هياش أعراض محددة لهذا النوع من الفيروسات، ولكن طبعا بيكون شائع، يعني ما بقدرش احدد. يبقى الدنيا طبعا في كده ضباب قدامي، لان يعني دي اعراض مشابهه للانفلونزا، فاحنا ما خدش بالي منها. يعني اعراضه شبه الانفلونزا بالظبط، هو بسيط. اول حاجه لا يشكل خطوره على حياه الانسان يعني؟ لا، هو يعني في الغالب بسيط جدا، يعني يمكن كان في نسبه ايام زمان قالوا ان 35%، ولكن النسبه دي يعني طبعا ممكن منظمه الصحه العالميه ردت عليها قال النسبه دي مغلوط فيها، لان هم لم يسجلوا الاصابات الخفيفه، وبالتالي النسبه اللي طلعوها 5% عاليه، ولكن النسبه الحقيقيه بتكون اقل من ذلك بكثير. ويعني كون اشتباهها مع الامراض الاخرى، امراض نزلات البرد الاخرى، هو خطورته لو نزل لالتهاب الجهاز التنفسي والرئه طبعا بيكون يعني تكون وعكة شديدة شوية، ولكن طبعا غالبا بيصيب الجهاز التنفسي العلوي، زي بقى العطاس والزكام والكلام ده كله. وهذه حاجات بسيطة مقدور عليها مع الراحة والأكل المنتظم يعني. والله يا دكتور ربنا يستر. انا بشكرك جدا دكتور احمد شاهين استاذ علم الفيروس. انا مش عارف اللي اخترع الكورونا ده لو وقع تحت ايدي انا ممكن اعمل فيه ايه، والله بجد. يعني هخنقه ولا هعذبه قبل ما اخنقه، ولا اعمل فيه ايه؟
كل حاجه طلعت خارجه من الكورونا برضه.